صبا هي بالاساس يعني مجموعه، انا بقول لها بقولهاش فرقه يعني عائله، بالاساس احنا اصحاب اللي بتربطنا علاقه كثير قويه مع بعض. كنا نقعد قعدات هيك مع بعض، ف يعني الاصحاب كل مهنيين طبعا، كل حاصلين على القاب في الموسيقى، فكنا نقعد مع بعض قعدات بيتيه، ومن هون اجت الفكره انه حتى نطورها. مجتمعنا بحاجه ل لعمل فني او لاعمال فنيه اللي نقدر يعني نقدم شيء لمجتمعنا. حلو. فكانت من هون الفكره انه نقدم شيء للمجتمع، شيء راقي.